واللي بتعامل والدي هو اللي ماسك شغلي، هو اللي بتعامل، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيخلص كل حاجه، انا اللي عليا اغني وشكرا على كده. ويعشموك يا صاحبي ويرجعوا يلومونا. في كتير قوي قالوا ان انا شبه بوسي. لف بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا، مش هتفرق من الليله دي اللي سابنا انا سبته عادي. مش هراضي ومش هداني، ماليش دماغ لوجع الدماغ. نور علي مطربة عادية جدا جدا جدا، الحمد لله مضيت في روتانا واول شغل لينا الحمد لله نزل من اسبوع. اللي قدمته قبل كده كنت عاملة ألبوم في 10 أغاني، ومنهم واحدة طلع ترند برضو يومين دول اسمها ابن لزيم، وفي بنت ودنايا، وفي تتر بميت راجل. هي اتعرضت عليا من الشركة هنا، انا كنت عادي جيت نور في كذا حاجة حابين انك تسمعي وتختار اللي انت عاوزاه ولا يعجبك هناخده. قلت له اوكي تمام مفيش مشكلة. قعدنا وسمعنا واخترتها. هو بالفعل يعشمك اصلا، مقسوم سريع كمان. هي من نوع يعني ده هيسمعها وهنا هيسمعها، اي حد هيسمعها هيحبها يعني، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. ويعشموك يا صاحبي ويرجعوا يلومونا، عاملين هلياني منك هما اللي باعونا، انتوا اللي اكيد خسرتوا وما صنتوش الامانة، طايرين زي السبرتو ما بتثبتوش معانا. انا ما بتعاملش مع اي حد خالص، واللي بتعامل والدي انا ما بتعاملش نهائي. هو اللي ماسك شغلي، هو اللي بيتعامل، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيخلص كل حاجه، انا اللي عليا اغني وشكرا على كده. هو اللي بيسمع وهو اللي بيشوف بقى، هو اللي عارف مش انا، ماليش دعوه. ما كنتش خايفه لان انا دايما ربنا معايا وحط املي في ربنا، فطول ما ربنا معايا ما بخافش من اي حاجه، احسبها وتوكل. سيبها على ربنا. في كتير قوي قالوا ان انا شبه بوسي يعني، وحتى كمان كده كتبوا عني ان انا شبيهه بوسي، فمش عارفه بقى بصراحه. بحب اسمع لها كتير يعني، بس اكتر حاجه بحبها هي يا دنيا. لف بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا، لف بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا، خدينا يمين شويه هاتينا شمال شويه، وادينا عايشين يا دنيا. ما بخافش من اي حاجه عشان ربنا معايا دايما، فالحمد لله. استاذ محمد عبد المنعم اخويا اول ما طلبوا حد قال لا انا عايز نور. محمد اصلا عشرة عمر، انا قلت لك ده اخويا بجد يعني، ففي عشرة عمر بقى وعرفه من زمان، ده كان هو اصلا بلدياتي، انا شرقوية. فمحمد اول ما اختارني انا، وهو خلص كل حاجه وكلمنا سميه يعني، هو فاجئني لقيت سميه بتكلمني في التليفون وسلم عليا وهزرنا مع بعض وضحكنا وكله تمام، وبعدها على طول سجلنا التتر بدايه ونهايه والحمد لله. الدنيا دي سوق عايزه اللي سوق، هتعيش غلبان هتتاكل، لو عشت بطيبة هتدفع في ضريبة وتسدد فيها وبالأجل، لا عدل ولا أصول بنشيل في حمول، ما يشيلهاش حتى متراجل. أنا بحب شيرين يعني، أنا لما بسمع كتير قوي شيرين وبحب اغني لها كتير قوي. ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك، سيب الكلام خليني امسح دمعتك في البعد عنك، اسوء الم في البعد عني حيره وندم، تعال جنبي قلبي سامح قسوتك، خلاص مسامح قسوتك. انا قلت ده فن وده فن يعني، ده اتجاه وده اتجاه، وده يحترم وده يحترم. بالعكس مش هحبه ليه، حاجة سمعتها مش هتفرق من الليلة دي اللي سابنا انا سبته عادي. دلوقتي ماشي في اتجاه، فانا مش عاوزة ابوظ حاجة يعني، مش عايزة ابقى هنا وهنا، عايزة انا مركز في حاجة اركز. انا نفسي ابقى في مكانة شيرين، انا هدفي في كده، ده هدفي، فعشان كده تلاقيني مركزة في الهدف ده ان انا اوصل للمكانة دي.